عندنا طبعا اخبار تدريبات النهارده للنادي الاهلي كانت فيها اخبار مفرحه الى حد بعيد جدا، لان مارسيل كولر وهو بيتكلم في المؤتمر الصحفي بعد طلائع الجيش كان بيتكلم ان عنصر اساسي في انخفاض المستوى هي اصابات النادي الاهلي. النهارده بيرجع له اصابات الحمد لله، يعني مشاركه محمد عبد المنعم، مشاركه معلول وعودة معلول في توقيت مثالي جدا بعد خروج منتخب تونس بعد الفوز على منتخب فرنسا. المباراة الوحيدة اللي شارك فيها علي معلول مكسب كبير جدا يا فارس. علي معلول يمكن يعني حصل كلام وتداول كلام عن اعتزاله اللعب الدولي، وكان في كلام عن ان في اجهاد في العضلة الخلفية. طبعا الدكتور احمد ابو عبله اتاكد واجرى بعض الفحوصات، ويعني تم التاكد من سلامة علي معلول وشارك في التدريبات الجماعية. ايضا عندنا متولي وعودة معلول. عايز بس اعلق على معلول، يمكن اكبر خطا عمله المنتخب التونسي لا يقارن ولا يغتفر باي اخطاء تانية هي عدم مشاركه معلول في اول مباراتين، ويمكن ده كان شكل من اشكال، يعني انت لو بتلعب حد فارق جدا رقميا كنت يعني تقبلت ده، انما حد بيلعب درجه تانية حتى لو في اوروبا ارقامه ضعيفه جدا، تاثيراته واسهاماته ضعيفه جدا، يعني كنت شايف ان لا كان خطا غريب جدا واختلف، ويمكن كانت متشاله المعلول. انا بشوف منتخب تونس في البطوله دي يعني لو عنده حاجه يقول انا عملتها في البطوله هي الفوز التاريخي على فرنسا، حتى لو كان في فرنسا ناقص لاعبين، طبعا كانت مكتوبه المعلول ان هو يشارك فيها وكانت مهمه جدا ويستحق. ويمكن حرص معلول على التواجد في اسرع وقت ممكن مقارنه بغيره من اللاعبين التوانسه يعرفك ازاي معلول هو لاعب قائد بدون شاره، دايما لاعب حريص يكون موجود، دايما خلص كاس العالم انا موجود يا جماعه، الراجل النهارده السبت موجود معاك، يعني الراجل ده خلص مباراته وتونس خلصت كاس عالم هدفه على طول ارجع ادور في مكانه النادي الاهلي وارجع ادور في اهدافي مع النادي الاهلي، على عكس بعض اللاعبين الاخرين يمكن مش بس اللي في المنتخب التونسي، كتير جدا من اللاعبين الاجانب بنشوفهم في انديه تانية يسافر يتاخر، اصل انا مش جاي، اصل انا كذا، وبتبقى في ازمات العقلية. بتبقى في ازمات في الباسبور. لكن عايز اقول نقطه مهمه جدا على علي معلول. علي معلول وكابتن عصام الشوالي بيعلق على مباراه تونس وفرنسا، اتكلم بوضوح جدا وقال له واحده يا معلول بذكريات استاد القاهره، بذكريات الشياطين الحمر. عارف يعني ايه لما يبقى لاعب عندك هو تونسي الجنسيه والمعلق تونسي الجنسيه بيطالب علي معلول يقدم بذكريات القاهره وبذكريات الشياطين الحمر وبذكريات روح الفنانه الحمراء؟ علي معلول اصبح من فترة طويلة جدا أهلاوي. أنا يمكن قلت الأهلاوي أبو قلب تونسي أو المصري أبو قلب تونسي، فوصل بشكل كبير جدا إن هو كتب اسمه بحروف من ذهب في تاريخ النادي الأهلي، لدرجة إن التوانسة بيطالبوه إن هو يقدم ذكرياته مع النادي الأهلي وما أكثرها من ذكريات. الحمد لله على سلامة علي معلول بنسبة كبيرة جدا جدا جدا، إضافة لأن علي معلول هو أفضل يعني باك ليفت داخل القارة حرفيا، وبعيد قوي 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 عن اقرب منافس ليه وعامل ازمه كبيره جدا. اخيرا بما اننا بنتكلم عن علي معلول والاصابات، ايضا ايمن اشرف هيكون مستعد ان شاء الله للمشاركه في التدريبات الجماعيه يوم الاثنين، وان شاء الله يتم برضه يا فارس فحص طبي ليه من قبل الدكتور احمد ابو عبله بحيث يطمئن تماما على مشاركه ايمن اشرف، اكيد اضافه ايضا لفريق النادي. طبعا ومهم جدا عوده متولي للمشاركه في التدريبات. وبخصوص ايمن اشرف يا جماعه، ايمن اشرف يعني انت لو معلول مش موجود ايمن اشرف في مكان كان لحد قريب بيلعب فيه في منتخب مصر، ايمن اشرف في حته الباك الشمال، مش كمان السنتر باك، لا انا بقول في حته الباك الشمال، مهم جدا ان ده سلاح يكون عندك، مهم جدا ان احنا نعرف نستغله، لان بشوف ايمن اشرف في حته الباك الشمال ده خصوصا في الادوار الدفاعيه لو معلول مش موجود هو خيار مهم جدا يكون معاك مقارنه باي خيارات اخرى. اكيد عندنا لسه كلام مستمر وعندنا حاجات كتير هنتوالها معاكم في الاهلي خط احمر، ومنها كاس العالم، ومنها ما هو خارج كاس العالم وما يدور حول النادي الاهلي، ولكن بعد الفاصل.